طب ليه يبقى إذن، الحمد ليه إذن حضرتك إذا كنت شايف أنها أزمة مؤقتة وأنكم من هنا ليناير وهتقدروا أن أنتوا تغطوا ده بالضخ الضخ، ليه هددت النهاردة باستخدام التسعيرة الجبرية؟ ايوه بتزعق، ما هدتني. انا بقول طب الحمد لله ان انا قلت مع حريه التبادل وحريه كذا، قلت ان لم تنجح وهيفضل في قصور مع ان الكميات موجوده، ساعتها لازم نلجا للتسعير. احنا دايما التسعيره الجبريه ما عندناش تسعيره جبريه، بس احنا بنعرض على مجلس الوزراء لظروف معينه ان احنا نحط حد اقصى للسعر. فلما نحط حد اقصى للسعر ما يحصلش فيه تداول خطا. يعني ايه تداول خطا؟ في ناس تشتري ابو 27 وفي حالات كده وعندنا قضايا كده وتمسح من عليه السعر وتعيد تعبئته وتبيعه بسعر تاني. هذه المناظر بتيجي منين؟ نتيجه اختلاف الاسعار. انما لو ما نجحش التجربه خلال اسبوع من دلوقتي او 10 ايام بحيث يستقر السوق والسلعه تبقى موجوده ولا تختفي من على الرف و و و ساعتها يبقى خلاص الاقتصاد الحر وزياده المعروض ادى الى استقرار السلع. انما نفترض ما دام لميت ما حصلش هنعمل ايه؟ هنقعد. بس هذه الأدوات لم تنجح من قبل، يعني دكتور أنت رجل اقتصاد في المقام طب الأول. شفتي حضرتك، انا بجد احد اسباب المداخله مع حضرتك معرفتي برأي حضرتك وتوجهك بأهمية تفاعل السوق وعناصر العرض والطلب طبعا حتى يمكن كذا، وده بالظبط. السبب إن أنا بقاوم حتى هذه اللحظة، إن أنا مؤمن بإن زيادة المعروض إن شاء الله نزوده خلال الفترة الجاية بعد ما اتفقنا تدريب يبقى عنده احتياطي على الأقل أكثر من أسبوع من الاستهلاك في الحر. ما أنا ما بتكلمش في التموين خالص، أنا بتكلم على الحر والصناعي، بحيث ان هو يستطيع تحت سيطرته ان هو يدفع بيه في اي وقت، ومن ثم الموضوع ده يدوب واخدين قرار فيه يوم الاربع الساعه 4 بدا تنفيذه النهارده. فمده التنفيذ اللي حضرتك هتديها لهذه التجربه قد ايه؟ اسبوع. انا من وجهه نظري اسبوع 10 ايام بحد اقصى، لسبب لما ادفع كل يوم الكميات اكتر من المطلوبه و الاقي عجز في السوق يبقى في هناك حاجه خطر.